مرحبا بكم. اليوم هنعمل السمن البلدي. ما هو الفرق بين السمن البلدي والزبدة والسمن النباتي؟ السمن البلدي والزبدة هما من الحليب، أو بالأحرى من قشطة الحليب، هما طبيعيين جدا. أما السمن النباتي أو اللي بتسمى بمسميات أخرى فهو زيوت مكررة، وهي زيوت مهدرجة، هي ضارة للصحة. تمام، السمن البلدي والزبدة هما من الحليب الطبيعي، ما الفرق بينهم؟ الفرق انه السمن البلدي هو 100% دهون، اما الزبدة هي 80% تقريبا دهون والباقي حليب. اذا تبخر الحليب الموجود بالزبدة، ال 20% الحليب بخرناهم او السوائل او الرطوبة الموجودة بالزبدة، اذا تبخروا ال 20% فهي تصبح سمن. هل السمن البلدي او الزبدة هو صحي؟ نعم هو صحي بحدود السعرات الحرارية المسموحة لنا، لانه هو طبيعي من الحليب، بعكس الزيوت المهدرجة اللي هو السمن النباتي واللي له مسميات كتير لا تعد ولا تحصى، بديل السمن أو نكهة السمن أو بديل الزبدة أو مسميات كتير. يلا نروح على الوصفة أفرجيكم كيف نحول الزبدة إلى سمن بلدي. يلا روح. هذه الزبدة 82% من الدهون فيها، ممكن يكون أقل أو أكثر حسب المصنع. نوضعها على نار هادئة، نوضع 500 جرام من الزبدة على نار خفيفة. هذه الزبدة بدون ملح، إذا كانت للطبخ يمكن إضافة الملح والنكهات، إذا كانت للحلويات بدون أي نكهات أو أي شيء. معلقة كبيرة ملح، معلقة من الزعتر المجفف أو الطازج أو أي نكهة مثل الحبق أو الريحان. بنقلب المكونات، بنتركها تغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. هيك بعد 20 دقيقة من الغليان بنصفيها وبنتركها لتبرد. شايفين كيف؟ هيك بنصفيها وبنتركها حتى تبرد تماما بالمطبخ، بنخليها مكشوفة ما بنغطيها حتى تبرد. هذه ما بنتخلص منها، فهي رائعة للبيتزا والمعجنات وجميع الأطعمة. بخزنها بالثلاجة وبستخدمها للأطعمة الثانية، هي روعة. هيك بعد 3 ساعات بالمطبخ بنغطيها نتركها تبرد تمام. هيك بعد 6 ساعات شوفوا كيف هي كتير روعة وطبيعية 100%، بتوضع النكهة اللي انتو بتحبوها. شايفين كيف مرملة مثل السمنة، طبيعية 100%، هي روعة. وانتو عاملينها بالبيت طبيعية 100% طبيعية مثل ما انتو شايفين. يفضل التخزين دايما يكون بالتلاجة. وزن 500 جرام، صفوا معي هيك، صفرنا الميزان وضعناهم على الميزان 361 جرام. صفوا معي 500 جرام. في أمان الله.